على لاعب نهائي الكاس من خلال نقطة 11 متر في ركلات الترجيح في لعبة الحظ. يرجع بالكرة بيبي، بيبي كرة تمشي مارسيلو، ما زال الوقت لاصطياد هدف من هذا الجانب أو ذاك، لكن الأرجح 70% نشوفها ركلات ترجيح. الهدف ما زال قائم والكرة خطيرة والرأسية والهدف الأول، الهدف ما زال قائم. 1-0 للدار، 1-0 للمجنون، 1-0 للمروع للرهيب للمهول، 1-0 لكريستيانو رونالدو. جول 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 ريال مدريد، 1-0 للمرينجي. أخيرا اهتزت الشباك في نهائي كوبا ديل ري عن طريق كريستيانو رونالدو. 1-0 للريال في آخر دقائق الوقت الإضافي الأول. شوف الصنعة بتاع بيبي، شوف الخرجة بتاع ميسي، شوف اللمسة بتاع مارسيلو، يطلع بالكورة للخيل دي ماريا وندوس. أرجنتيني برازيلي أصل الكورة، أولها حكاية، نهايات وراثية. يا معلم كأنك جارد ميلر، يا معلم كأنك هوجو سانشيز، كأنك ضربات الكبار روبيش. يضرب الكورة على طريقة التريزيجول وحط الكورة بلاعب فان نيستلروي. 1-0 للريال مدريد في الدقيقة 114. هاو الراس والهدف اللي يجيب الكاس ويعمر الراس عن طريق كريستيانو السيد رونالدو.